السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة الغذائي. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع يهم علاقة الغذاء بالدماغ، وسنحاول في هذا الجزء الجزء الأول نحاول أن نجيب على التساؤلات التالية: ما هي الأنظمة الغذائية القوية لدماغك؟ ماذا تعرف عن النظام الغذائي المتوسطي؟ ما هي المكونات الرئيسية للنظام الغذائي الصحي للدماغ؟ إذا ما هي الأنظمة الغذائية القوية لدماغك؟ ينطلق أخواتي إخواني مجال الصحة النفسية الغذائية من تركيز العلماء على المكونات المناسبة لصحة ذهنية جيدة والمحافظة على قوة الإدراك، وتشير الأبحاث إلى أن الحميات الغذائية التقليدية لدول البحر الأبيض المتوسط والدول الإسكندنافية واليابان تساعد في المحافظة على عافيتنا النفسية والإدراكية. وتظهر أخواتي إخواني كل هذه الحميات السمك بوصفه أفضل مصادر الحمض الدهني أو الأحماض الدهنية الأوميغا 3، والغني بالعناصر الغذائية التي تؤدي دورا حيويا في تعزيز صحة الخلايا العصبية، والتي ربما تكون قد ساعدت على قيادة تطور الدماغ البشري. وتشير أخواتي إخواني الدراسات إلى أن تغيير الحمية الغذائية قد يخفف مجموعة من الأعراض النفسية، وربما يبدأ المختصون بالصحة الذهنية في إدماج العلاج النفسي والعلاجات الدوائية من خلال التوصية ببرامج غذائية خاصة في المستقبل القريب. بل تم أخواتي إخواني إدراك متزايد حاليا بين العلماء والأطباء بشأن التفاعل الأساسي بين النظام الغذائي وصحة الدماغ، فالدليل لا يزال أوليا ويصعب استخلاص السبب والنتيجة. ربما يميل الأفراد الذين يأكلون بطريقة جيدة أيضا إلى ممارسة عادات دماغية صحية أخرى كالانتظام في التمارين الرياضية وعادات النوم الجيدة، أو قد يميل الأفراد المصابون بالاكتئاب إلى إراحة أنفسهم بتناول قطع البسكويت المحشوة، ولكن البيانات لا تزال في طور التجميع. وكل عام تتزايد قائمة الارتباطات بين الأطعمة والصحة الذهنية، فالأسماك وغيرها من مصادر أحماض الأوميغا 3 الدهنية قد تساعد في درء خطر الإصابة بالأمراض النفسية والاكتئاب. ويبدو أن الأطعمة الغنية بالخمائر كمنتجات الألبان وأنواع المخللات تعمل على تخفيف حدة القلق، كما أن الشاي الأخضر والفواكه الغنية بمضادة الأكسدة قد تساعد على الحد من خرف الشيخوخة. ولكن يبدو أن هناك أنماط غذائية معينة تم قياسها على مدى ملايين السنين من التطور البشري تعزز لياقتنا الذهنية والنفسية. في مجال الطب النفسي الغذائي الوليد يدور التوافق حول أي أنواع الحميات الغذائية هي الأفضل، ولعل الأكثر إثارة هو احتمال أن يعمل التدخل الغذائي كمساعد جيد للأدوية والأساليب العلاجية الأخرى الخاصة بالاضطرابات الذهنية تماما كما هو الحال العديد من مجالات الطب الأخرى. الآن ماذا تعرف عن النظام الغذائي المتوسطي؟ عندما يتعلق الأمر أخواتي إخواني بتعزيز صحة الدماغ، فإن الأنظمة الغذائية التي تحظى بدعم من أقوى البيانات ترجع إلى أنماط الغذاء التقليدية في دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا من إيطاليا واليونان وإسبانيا، أي مجمع دول البحر المتوسط. وتعتمد دول البحر المتوسط الحمية الغذائية التي يطلق عليها حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية المتوسطي، وترتكز على الفواكه والخضروات والمكسرات من اللوز والجوز والقرقع، وكذلك الحبوب الكاملة كالشعير والقمح الكامل والأرز البني والأسماك بمختلف ألوانها، واللحوم الخالية من الدهون بكمية معتدلة، أي اللحوم التي تسرع للحيوانات التي ترعى على العشب. كما تحتوي أيضا على زيت الزيتون وهو أساسي كمصدر للدهنيات. ووجد الباحثون أخواتي إخواني أن الأشخاص الذين تناولوا حمية البحر المتوسط كانوا أقل تعرضا للوقوع في براثين الاكتئاب من هؤلاء الذين لم يتناولوها. أما بالنسبة للأشخاص الذين اتبعوا الحمية الغذائية بشكل دقيق فقد انخفضت إمكانية الإصابة لديهم بنسبة كبيرة بلغت 30%. كان أخواتي إخواني النظام الغذائي المتوسطي الذي يتم إضافة المكسرات إليه يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. فالأفراد الذين يتبعوا نظاما غذائيا عاما منخفض الدهون فهم أولئك الذين التزموا بنظام البحر الأبيض المتوسط الذي أضيفت إليه المكسرات كاللوز والجوز والفول السوداني
كانوا أقل تعرضا للاكتئاب، وهو ما تحقق بالفعل خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري، فقد انخفضت إمكانية إصابتهم بالاكتئاب بنسبة 40%. فربما كان هؤلاء المرضى الذين لا يستطيعون معالجة الجلوكوز بطريقة سليمة قد استفادوا أكثر، لأن الحمية الغذائية المتوسطية قللت من استخدامهم للسكر. في حقيقة الأمر، إن إحدى السمات والميزات الأساسية لهذا النظام الغذائي أي النظام الغذائي المتوسطي هو كونه منخفض السكر، كما يقلل من الاعتماد على الأطعمة المصنعة واللحوم الغنية بالدهون التي أصبحت قاسما مشتركا في معظم قوائم الغذاء الغربية. وأكد أخوتي إخواني علم النفس الغذائي أن هناك ارتباط بين الوجبات الغربية النمطية والاكتئاب والقلق، وفي الآونة الأخيرة أشار إلى ارتباط آخر بين سوء التغذية والدماغ المنكمش بمعناه الحرفي. وتم أخوتي إخواني اكتشاف أن كبار السن الذين تناولوا حمية غذائية غربية لمدة 4 سنوات لم يعانوا فقط من اضطرابات مزاج بمعدلات أعلى، بل ظهر أيضا من خلال أشعة الرنين المغناطيسي أن منطقة الحصين الأيسر بالمخ لديهم أصغر بكثير من الطبيعي. وتتكون منطقة الحصين أخواتي إخواني من قوسين من الأنسجة على شكل فرس البحر، وهي ذات أهمية بالغة لتشكيل الذاكرة. وقد تم التركيز على الحصين لأن الدراسات التي أجريت على الحيوانات قد لوحظ فيها أيضا تغيرات لها علاقة بالنظام الغذائي. وقد اقترح أخواتي إخواني العلماء عددا من الآليات المحتملة لتفسير هذه الأضرار، وكشفت النتائج التي تم التوصل إليها وكذلك الأبحاث أخرى عن أن الحمية الغذائية الغنية بالسكر يمكنها أن تسرع بحدود التهابات وتسبب سلسلة من التغيرات الأخرى التي تؤدي في النهاية إلى ضعف الوظائف الحيوية للدماغ. ويشكل الالتهاب عادة جزءا من ترسانة الجهاز المناعي الذي يكافح العدوى ويساعد على الشفاء، ولكن عندما يساء توجيهه أو يتصف بالعدوان المفرطة فقد يدمر الأنسجة السليمة أيضا، وهو يعطينا نتائج للأمراض المناعية. واستنادا إلى عدد كبير من الدراسات، فإن الالتهاب له دور في مجموعة من الاضطرابات الدماغية بدءا من الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب ووصولا إلى التوحد وكذلك الفصام ومرض الألزهايمر. وأشارت أخواتي إخواني دراسة إلى ارتفاع ملموس في معدلات علامة الالتهاب في الدم لدى المرضى الذين يعانون من الاكتئاب، وذكرت العديد من الدراسات وجود زيادة أو تغير في نشاط الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا الدبقية الصغيرة، والتي تؤدي دورا رئيسيا في استجابة الدماغ للالتهابات لدى المرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية ومن ضمنها الاكتئاب والفصام. إنه ليس واضحا ما إذا كان الالتهاب هو الذي يسبب المرض الدهني في بعض الحالات أم العكس، ولكن تشير الأدلة إلى أن أكثر العوامل خطورة المعروفة للاضطرابات النفسية إن لم تكن كلها وخاصة الاكتئاب تحفز الالتهاب، وهذا يشمل الإجهاد والحزن وبعض الميول الوراثية. فالحميات أخواتي إخواني الغذائية التقليدية مثل حمية دول البحر الأبيض المتوسط والدول الإسكندنافية، والتي تميل لكونها حميات لا تسبب الالتهاب باعتبارها أفضل لصحتنا العصبية والذهنية، ما من شك أخواتي إخواني في أن الإجهاد والمشاعر غير المريحة قد تدفعنا نحو علبة البسكويت أو الشوكولاتة، وهي العلبة التي نملأها بهذه المواد السكرية، فهي لا تسمى أطعمة الراحة اعتباطا. ما هي الآن المكونات الرئيسية للنظام الغذائي الصحي للدماغ؟ تشير أخواتي إخواني البيانات دوما إلى أن المكونات الرئيسية للنظام الغذائي الصحي للدماغ تشمل بالأساس الفواكه والخضروات على مختلف ألوانها، والبقوليات أي القطانف والعدس حمص إلى غير ذلك، والمكسرات كاللوز واللوز والفول السوداني أي الكاوكاو، والأسماك بمختلف أصنافها، واللحوم الخالية من الدهون أي التي ترى على العشب، والدهون الصحية كزيت الزيتون. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوم صحة وعافية. فموعدنا إن شاء الله في الجزء الثاني من الموضوع، والذي سنحاول تناول التساؤلات التالية: ما هي علاقة الأحماض الدهنية وبناء الدماغ؟ ما هو دور الميكروبيتا في صحة دماغنا؟ ما هي علاقة الغذاء والتفكير؟ ما هي علاقة النظام الغذائي بمرض الاكتئاب؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.